السيسي يبحث التعاون المشترك مع رئيس الديوان العسكري البوروندي. سفير أوغندا بالقاهرة: سنبني سدين جديدين على النيل خلال 3 سنوات القادمة. الداخلية السعودية تعلن مقتل جندي وإصابة 5 في هجوم صاروخي بالقطيف. الحكومة توقع اتفاقية مع فيزا العالمية لتطوير خدمات الدعم للمواطنين. المالية: صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي قبل رمضان. النيابة تطلب مجدداً القبض على العدلي لقضاء عقوبته بقضية فساد وزارة الداخلية. اتحاد الكرة يحدد 4 يونيو المقبل لإقامة معسكر المنتخب استعداداً لتونس. طرح البرومو الأول لمسلسل دنيا سمير غانم في لالا لاند. من وانا صغيرة كنت كل ما بشوف محل فيه ألعاب الأطفال حلوة كنت دايما بفتكر الأطفال اللي مش قادرين يدخلوا المكان ده، قلت ليه ما غيرش من نفسي وليه ما جيبش اللعبة اللي في المحل دي وأجرب بس أديها لأي طفل، مثلا أول طفل فقير يقابلني في الشارع.